من للفصاحة في مدى كل الزمان إلا الحبيب. هذه خواطر إيمانية قد تكون الخاطرة عند سماع آية أو سماع حديث أو مقالة للسلف رضي الله عنهم، أردت إثباتها ونشرها لعلي ينتفع بها مسلم وتكون يعني باب خير. قد تكون هذه الخاطرة في تفسير آية أو شرح حديث أو معنى إيماني، فهي مثل طبق مليء بالفاكهة مختلفة الطعوم والأشكال، ولكنها جميعا يعني مفيدة. هذه الخواطر ننتظرها بإذن الله تعالى في رمضان. يأتيكم في هذه الأوقات.